اليوم حنا الحمد لله فتحنا بقالة الحمد لله، بس حنا ما حنا معطينا السلب. ليه ما راح نعطيهم؟ اليوم ما حنا معطينهم. أبى أبيع معكم. خلاص تبيع معنا بس ما تعطي أحد. خلاص يا الياس. يا سلام، والله أني أبغى فيشار. حتى أنا أبغى فيشار. أنا أبيع الشيء. طيب من وين بقالة؟ زياد والياس فتحين بقالة. نروح نروح نسرد منهم. لا إذا كان معانا فلوس نشتري، وإذا كان ما معانا فلوس نتسلف منهم. عاد شو نسوي؟ خلاص يلا دومي يلا نومي يلا 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 بقالة بقالة الجديدة يلا يبي يشتري. ما معنا فلوس بس نبغى نتسلف معكم. عادي احنا عطونا بالحين شلون نسلف؟ عادي بكره جبتوا فلوس. صادقه ليلى، بكره نجيب لكم فلوس تكفى. والله انا ما اقدر اسلف صراحه. اكيد انتم تجيبون فلوس. اي عشان هذا خذت حلاوه ورجع الحلاوه. حلاوه الحين ارجعها. نسرتهم ونحاش جراتي أنا وميمي. اسكتي مو بهالحين نسرق. ها أنت فرجوا شو تقولون؟ ما نقول شيء. كم هذا البطاطس؟ هذا 8 ريال. أول عصير بريال. إيوة هذا كم؟ هذا بريال. ما معي ريال. معك فلوس أبيع. يلا علمت خطوة ولمشي. يلا تعالي وش الخطة؟ تعالي ميمي تعالي وش الخطة؟ نبي نسرتهم نروح البيت لفوق. خطتك حلوة يا ليلى، نبغى ناخذ الفيشارات والحلويات والنحاش. يلا تعالي. جبتهم فلوس؟ يلا.